لماذا؟ لكن هناك نتيجة واضحة اليوم أستاذ سعد، سنفصل في هذا، لكن هناك نتيجة واضحة اليوم أنه بمجرد ارتفاع سعر الفائدة نستطيع أن نقول انهارت، يعني صحيح. انهيار شديد. لماذا؟ سقوط شديد. لماذا؟ اليوم لكن ليش ذكرت في أول حلقة حرب على الاقتصاد التركي؟ اليوم تم رفع الفائدة، أنا كنت قدام المؤشر قدام التشارت كانت 23.10 دولار مع الليرة، اختفى المؤشر يعني بثانية، ارتفع على 25 أو للـ24.80 تمام؟ فاصلة 80، لأن طبعا برروا لوبي الربا لوبي الفائدة تجار العائد أنه لأننا كنا متوقعين 25% رفع الفائدة. طيب خلينا نروح شوي لروسيا بشكل مثال صغير. تفضل. من منتصف 2022 كانت الفائدة ما يقارب 19%، اليوم 7.5% تقريبا، والروبل الروسي من أشهر كان بأقوى حالاته بسبع سنوات، من أشهر بأشهر اليوم 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 ضعف شوي. هل يوجد عقوبة لم تفرض على روسيا وفي عز حرب تمويل وحرب وكذا؟ طيب هل انهار القطاع المالي التركي؟ هل أفلست الدولة؟ اليوم ديون تركيا على سبيل المثال سيد محمد، ليس حبا وليس كرها وليس اتفاقا وليس عدم اتفاق، عم نحكي أرقام على الأرض، الدين في تركيا لا يتجاوز 50% من الناتجة، الدين في أمريكا على سبيل المثال 25%، 125% يعني 25% زيادة على ناتجة، اليابان 265%، اليونان 165%. ما الذي يحصل حتى يكون اليورو 24 ويقفز بلحظات إلى 27.5؟ شو عم يصير؟ طيب هنا وقفة مهمة أستاذ سعد، وقد أشرت إليها أكثر من مرة، الحرب على الليرة، بين لنا هذا، كيف تحارب الليرة التركية ولماذا؟ تمام. اليوم لو يعني إن شاء الله تبان، يعني هذه الورقة كان 17/7/2016 كان الدولار مع الليرة التركية 2.89، يعني بعد الفشل الانقلاب 15 تموز 2016 كان 2.89. عندما فشل الانقلاب، لاحظوا طبعا بعدين شو صار، عندما فشل الانقلاب يلا الذهاب إلى بلان بي وهي ضرب الاقتصاد. أعتقد اليوم المشكلة المرؤولة الوحيدة بس الأكبر لدى وزارة المالية سيد محمد شمشك ورئيس البنك المركزي السيدة حفيظة أركان، تقوية الليرة وإيقاف التذبذب تبعها. طيب عندما فشل الانقلاب توجهنا إلى البلان بي وضرب الليرة التركية بشراء الدولارات وبيع الليرة في السوق برا. يعني اليوم نحن في شيء اسمه بسوق المال المضاربة، التداول، إن كان في الأسهم أو إن كان في العملات أو إن كان في الذهب في الطاقة حتى في المعادن والطعام، حتى يعني مثل والله الفول والذرة والسكر إلى آخره. فاليوم هذا الأمر موجود أصلاً، 10 تريليون دولار تداول يومي، 7 إلى 10 آلاف مليار دولار تداول باليوم، هو أكبر سوق في الكرة الأرضية. فاللي صار ببساطة عبارة عن لوبي الاقتصاد في الكرة الأرضية، قاموا بشراء الدولار وبيع الليرة. دليل يعلمه الجميع، عندما استصدر اليورو سنة 98 تقريبا 99 كان صفر، كان 1.25 دولار، ثم بعد سنتين انحدر إلى 0.89. كيف هذا الكلام؟ اليورو 1.25 ينحدر إلى 0.89، هذا الكلام مرفوض مباشرة. يا بنك مركزي أمريكي، يا أوروبي، يا كندي، يا أسترالي، يا كل بنك في أوروبا، الذهاب وشراء اليورو مباشرة وبيع الدولار، فعاد اليورو إلى 1.25. فاليوم عندما سنة 97 مهاتير محمد كان بخطاب يضرب فيه تجار العائد، هذول اللي عم نحكيهم نحن، انحدر الرينجت الماليزي 40% في خطابه. فاليوم يوجد حرب على العملات. دليل أخير قبل ما نكمل، ترامب فرض ضرائب على الصادرات الصينية ب 2018، راحت الصين شو عملت؟ اشترت دولار وباعت يوان، قام ضعفت اليوان،
أصبحت الصادرات الصينية ذات شهية أكبر لدى المستثمر الأمريكي، فأصبح العجز الأمريكي للصين ارتفع. فيوجد حرب العسكر، حرب الميديا، حرب الماء، حرب العملات. هذا الكلام موجود. يعني اليوم إذا أنا بفرجيك اليورو مع الدولار كمخطط، الستيرلينج مع الدولار، الدولار مع الين، ارتفاعات وانحدارات منطقية علمية علمية، إلا الدولار مع الليرة التركية. شيء غير منطقي وغير علمي. أنا صار لي بهذا البزنس 20 عام، لم أرى في حياتي هكذا أشكال. يعني اليوم عندما يصعد السوق في شيء اسمه تصحيح، في شيء اسمه كوركشن، في شيء اسمه جني أرباح، شو ما بدنا نسميه، لازم ينحدر بعض الشيء، ما عم يتنفس. وأعتقد لولا تدخل البنك المركزي التركي لكان صار 50 و60 و70 ليرة. هذا خلال السنوات الماضية. نعم. ومع كل ما ذكرته كانت ضعف الليرة التركية قبل رفع الفائدة عم تضعف بشكل منطقي لطيف تصاعدي. مع العلم الفائدة من 15 إلى 8.5 نزلت، والأهم أنه انحدر مع التضخم. ولكن السيد محمد شمشك اقتصادي من الطراز الرفيع طلب من الطيب أردوغان أن, 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 أن يكون له الحرية بجمع فريقه، وخليني أنا أتصرف بفكرة الاستقرار والثقة والاستدامة. لذلك من المبكر، يعني اليوم مش بليلة وضحاها، نحن هلأ عم نحكي بتجرد، عم نحكي نحن أكاديميا. رفع الفائدة الآن نوعا ما متاح، نوعا ما متاح بسبب قوة النمو للاقتصاد التركي. 4% الربع الأول هالسنة جاب، سوق اسطنبول المالي السنة الماضية 150% أعلى مستوى في العالم. فممكن رفع الفائدة من أجل الضغط أكثر على التضخم. يعني سرعة ذهاب رقم التضخم إلى خانة الآحاد، سرعة الذهاب. جميل، سأعود إليك سيد سعد.